في شأن سياسي أيضا نخوض سيد محمد، ونتشرف بإجابتك بكل تأكيد. يعني بعد هذه الاتهامات الكثيرة من قبل الديمقراطي الكردستاني تطال الحكومة الاتحادية وحتى المحكمة الاتحادية، لكن حسب قيادات الكردية فيجدون أن قرارات المحكمة الاتحادية ربما هي تقلق هذه القيادات، لكن نوقش الموضوع مع نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي بإعداد هذا القرار القضاء العراقي الأعلى بمحاولة لتقويض حقوق المكونات. يعني سيد محمد، هل تؤيدون أن يتم مناقشة الموضوع مع جهة خارجية؟ حتى سبق وأن كانت هنالك محاولات بمناقشة هذا الموضوع مع الولايات المتحدة الأمريكية، أو ليس من الأفضل مناقشة الموضوع مباشرة مع الحكومة الاتحادية، أم هي لا تتعاطى مع حكومة إقليم كردستان؟ شكرا سيدتي على هذا السؤال. يعني بالتأكيد قرارات المحكمة الاتحادية وفق الدستور ملزمة على كافة السلطات وباتة، لكن في الآونة الأخيرة قرارات المحكمة الاتحادية بحق الأقليم موجعة، وأنا أعتقد تتقاطع مع الدستور في المادة 21 اللي ينصف أولا ثانيا ثالثا رابعا. المادة الثانية يحق لسلطات الأقليم تعديل تطبيق قانون اتحادي في الأقليم في حالة تناقض أو تعارض مع قانون اتحادي بخصوص مسألة لا تخل في اختصاصات الحصرية. القانون الدستور الأعلى، القانون ثم القرارات. النقطة الأخرى يعني تخصص الأقليم والمحافظة حصة عادلة من إيرادات المحصلة من الحكومة الاتحادية، وتكفي قيام بأعمالها ومسؤولياتها مع أخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان. سليم. طيب إذا هذه المواد موجودة، لماذا هذه القرارات الموجعة؟ أنا أعتقد تتقاطع مع المادة 121 من الدستور في بنود الأولى والثانية والثالثة والرابعة. المادة 121 ثانية لسلطة الأقليم حق في ممارسات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وفق الأحكام هذا الدستور. فحكومة الأقليم مارست هذه الصلاحيات وفق الدستور، مثل توطين تصدير الطناب في الموازنة دولناها. أما فيما يتعلق بمناقشة مع الطرف الخارجي، أنا أعتقد هنالك كثير من التداخلات في ساحل العالم ليس في الأقليم، لكن لدينا مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية الإطار الاستراتيجي في بنودها وفي مزاياها وفي تقاطعها وفي مساوئها. هنالك أكثر من 90 اتفاقية موقعة مع الولايات المتحدة، تعتبر هذه الاتفاقية من أجودها وأحسنها. لذلك والأقليم جزء منها، من حق نتناقش ظروف التي وفي ديباجة الدستور في ديباجة الاتفاقية إذا تعرض العراق إلى تهديد داخلي أو خارجي، الولايات المتحدة ملزمة إلزاما بالدفاع عن العراق. اليوم هنالك تهديد خارجي على الأقليم وهنالك تهديد داخلي، والأقليم جزء لا يتجزأ من الحكومة الاتحادية بحجره وشجره بأرضه وبشره. واليوم احنا نريد نناقش مع شركائنا دولنا، نعم، حقوقنا في البرنامج السيد السوداني وكابينته الوزارية، وصوتنا عليه وألزمنا السوداني بتنفيذ هذه البنود. لكن حتى لا إذا لم تكون هنالك أي موطن لحكومة الأقليم كردستان، البرلمان الاتحادي والحكومة الاتحادية تعطي حصة عادلة بموجب الدستور من الموازنة. نعم. حقوق البيشمركة، المادة 140 قانون النفط والغاز. فعلا. أرسلت الأقليم وفود سياسية وفود فنية وفود حكومية وناقشت ووقعت، لكن الحكومة الاتحادية في الحقيقة اتفق في العلن ولكن تعرقل في السر، وهذا هو يعني مع شركائنا. من المفروض شركائنا تقوم بواجباتهم الملتقى على عاتقهم بالدفاع عن حقوقنا، ولذلك كنا نشعر باننا فعلاً جزء من هذه الكابينه الوزاريه ويدافعون الاخرون عن حقوقنا. سيد محمد.